هلو، كما حكينا في فيديو البلاك قلنا اللي البلاك ميتال يتقسم الفيرست ويف والسكند ويف. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على الفيرست ويف اوف بلاك ميتال. باي ذا واي، في الفيديو متاع اليوم باش نحاول نتقيد بالكرونولوجيكال ايفولوشن، معناها باش نحكي عام بعام وكل عام شنو هي ابرز الالبومات اللي هبطت فيه. عام 79 فينوم يهبطوا أول ألبوم ليهم Welcome to Hell، أول ألبوم تاع Black Metal. عام 82 يرجعوا فينوم ويهبطوا لنا ثاني ألبوم ليهم اللي هو Black Metal، الألبوم اللي يعطى اسمه للجانغ الكل. بين 82 و 84 نلقوا باند من دنمارك اسمها Merciful Fate، قيادة الفوكاليست متاعهم اسمه King Diamond، كانت تلعب هيفي في الوقت ذاك، أثرت في البلاك سورتو على صعيد الليركس. حكم كينج دايموند هذا كان معطى نقل للساتانيزم، واللي ما يراهش ديانة قدر ما يراها فلسفة متاع حياة، متأثر بأنتون ليفي سيد اللي أسس كنيسة الشيطان. في نفس البريود سلاير تطلع على الساحة وتهبط أول إي بي ليهم Haunting the Chapel عام 83، وأول ألبوم Show No Mercy عام 84، واللي كان ثراش مخلط بالبلاك. كما نلقاو باند من سويسرا اسمها Hellhammer هبطوا ديموات و اي بي ما بين 83 و 84 Extreme Metal ما تسمعش قبل. بعد تحلت الباند وتلموا الفوكاليست والباسيست في باند اخرى كملت على نفس المنوال كان اسمها Celtic Frost. اول ريليز ليهم كان اي بي Morbid Tales عام 84 اللي كان معروف برشا في الوقت ذاك وجماعة ما بين الثراش ميتال والبلاك ميتال. تنجيز السويد عام 84 وينلقاو باند اسمها باثوري ويهبطوا اول البوم ليهم ريفس متاعو انسبيري برشا من فينوم، لكن زادوا في حدتهم قواوا في الريتم وقواوا في الفوكلز لدرجة برشا عباد يراو اللي هذا كان اول البوم تاع بلاك ميتال ومش متاع فينوم. وصل الصخب متاع البلاك ميتال في اواسط الثمانينات والصدى متاعو نال برشا بلايص في العالم كيما المانيا، وينلقاو ثلاثة من البيك فور اوف جيرمان ثراش ميتال هبطوا البومات متاع بلاك ميتال او على اقل تقدير فيها ضربات من البلاك. اول اي بي متاع ديستراكشن سنتنس اوف ديث عام 84، اول البوم متاع كرياتور Endless Pain عام 85، وأول إي بي متاع سودوم In the Sign of Evil عام 85. نخرجوا من ألمانيا في نفس العام في 85 نلقاو بولدوزر من إيطاليا هبطوا ألبوم The Day of Wrath، باثوري يهبطوا The Return. بعد نعملوا هبطة للبرازيل ونلقاو سبولتشورا اللي هي زادة معروفة بكونها لعبة ثراش وجروف يهبطوا أول إي بي Bestial Devastation عام 85 واللي كان بلاك ميتال مخلط بالثراش ميتال. من العباد اللي ساهمت ولو بنسبة ضئيلة في كتابة الاي بي لول هذايا متاع سبولتشورا كان السيد اللي اسمه واغنر لامونيي AKA انتي كرايست. ديجا الغنية الوحيدة اللي عملها معهم في الالبوم هذا كان اسمها انتي كرايست. السيد هذا عمل عركة في سبولتشورا طردوه ومشى حل باند وحده سماها ساركوفاجو، واللي كانت من ابرز الجروبات في الفيرست ويف اوف بلاك ميتال. اول البوم ليهم كان اسمه انري عام 85، كان وما زال من اكثر الالبومات اللي انسبيريو للبلاك ميتال. عام 86 ساركوفاجو يعملوا سبليت مع ميوتيليتر كان اسمه وارفير نويز، كيما نلقاو زاده فولكانو يهبطوا اول البوم ليهم كان اسمه بلودي فينجنس. ونرجعوا لسبولتشورا مره اخرى اللي هبطوا اول البوم ليهم اسمه موربيد فيجنز واللي كان بلاك مخلط بالديث. في بولندا نلقاو كات البوم ميتال ان هيل، وعوده الى المانيا نلقاو سودوم هبطوا اول البوم ليهم Obsessed by Cruelty. في أستراليا نلقاو أول زوز ديموات متاع Slaughter Lord اللي هبطوا عام 86، وفي السويد نلقاو ديموات Megalomania و The Puzzle by Mephisto عام 87. نلقاو باند من إيطاليا اسمها Necro Death هبطوا ألبوم Into the Macabre، مرورا إلى Check Winter يهبطوا ديمو Witch Hammer، مرورا إلى المجر Tormentor يهبطوا ديمو The Seventh Day of Doom. تو نطلعوا لفوق ونمشيوا لأيسلندا ونلقاو باند اسمها Flames of Hell هبطت ألبومها لول والوحيد Fire and Steel. ما ننساوش الديمو الاولاني متاع Sadistic Exécution فحجوا لليابان وين ثابت مش ثابت الاخرين متاع اليوكي ومش بلاك ثابت زاده يهبطوا الاي بي لول متاعهم اسمه Born by Evil Blood. نكسروا على اليمين ونجزوا لليو اس اي ونلقاو بافوميت يهبطوا ديمو متاعهم لول اللي اسمه بافوميت زاده، ونختموها بعوده للبرازيل ونلقاو رينكارسيون يهبطوا ديمو لول متاعهم جوسيس مويرتوس، وتكمل Exterminator يهبطوا ألبوم Total Extermination. في العام الموالي عام 88 تلقاو أول ديمو بتاع Morbid December Moon قيادة Dead اللي بيش يخرج من بعد ولا ما غير ما نحرق لكم ما تنحكيوا عليه. كيما نلقاو ديموات Reap of Hell و War of Rats اللي يهبطوا بيروت، تشيك سامايل من سويسرا يهبطوا EP Medieval Prophecy، بلاسفيميا من كولومبيا يهبطوا ألبوم Guerra Total توا وسع بالرسمي
خاطر الالبوم اللي باش نحكيوا عليه توا هو من احسن الالبومات في البلاك ميتال اللي هو الالبوم الشهير بلاد فاير ديث واللي هبطته باثوري اخر البوم تاع بالرسمي بلاك ميتال ويتحولوا مع الالبوم الجاي نتاعهم هامر هارت الى جانر جديد خلقوه هما اسمه الفايكينج ميتال ونختموها بالديمو البوم الشهير جدا 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 نتاع مايهم اللي اسمه ديث كراش. نتعداو لعام 89 نلقاو تورمنتور دي تهبط لنا ديمو اخر اسمه انو دوميني مازلنا في المجر وين انتي كرايست مش انتي كرايست متاع البرازيل لذكرة يهبط الديمو الوحيد متاعه دارك ايج ان ذا فيري بيجينين من نفس البلاد وفي نفس العام انجل ريبر يهبطوا البوم مانيش باش نقول اسمه نهبطوا للتشيك وين ماسترز هامر يهبطوا البوم ذا ماس ثابت متاع جابون تاع بكري يزيدوا يهبطوا لنا اي بي اسمه محلاه برشا ذا ديفلز سبيرم از كولد نبقى في جابون وين باند اسمه بلز لب يهبطوا ألبوم لولاني اسمه بلزلب زادة ديث يال من تشيلي يهبطوا أول ديمو ليهم Vengeance from Darkness Sarcophago يزيدوا يهبطوا EP اسمه Rotten Blasphemy من كندا يهبطوا ديمو Blood Upon the Altar ومن سنغافورة نلقاو Abhorror اللي يهبطوا ديمو Rampus of the Undead وهكا نقفوا في بداية عام 90 بداية اللي باش تعرف الديكلونشمون تاع الويف جديدة تاع البلاك ميتال شكون هي أبرز الباندز اللي لعبت في السكند ويف وشنية أبرز الألبومات اللي هبطت في السكند ويف علاش السكند ويف معروف أكثر من الفيرست ويف وبرشا أسئلة أخرى نجاوبوا عليها في الفيديو الجاي من هنا لوقتها ما بقى لي كان نقولكم stay safe see you in the next video and